المنتخب الأسباني حقق فوز كبير على منتخب كوستاريكا بنتيجة 7-0، وده في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب التمامة ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم في قطر. سجل سباعية أسبانيا توريس سجل هدفين، وأولمو وجافي وأسينسيو وسولر وموراتا، وبالفوز ده اتصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 3 نقط. لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عبر عن سعادته الشديدة بعد الفوز الكبير اللي حققه الماتادور على كوستاريكا ب7 أهداف دون رد، وده في مستهل مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم قطر 2022. وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعيد بالفوز والأداء الكبير، لكننا لسه ما تأهلناش ولسه عندنا الأفضل. وقال كمان: تركيزي دلوقتي في مباراة ألمانيا وما بنفكرش في أي حاجة تانية دلوقتي، وماشيين خطوة بخطوة، وكل اللعيبة قدموا أداء جيد جدا. اللاعب الشاب بابلو جافي أصبح أصغر لاعب يسجل في كأس العالم بعد ما سجل مع منتخب إسبانيا في شباك كوستاريكا. بالهدف بتاعه أصبح أصغر لاعب يسجل في كأس العالم في عمر 18 سنة منذ تسجيل الأسطورة البرازيلية بيليه هدفه في نهائي كأس العالم، وده كان سنة 1958 ضد السويد. مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، منتخب اليابان حقق فوز كبير على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم. سجل جوندجان الهدف الأول لمنتخب ألمانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول. في الشوط الثاني اتعادل ريتسو دوان لمنتخب اليابان في الدقيقة 75، وأضاف تاكوما أسانو الهدف الثاني للمنتخب الياباني. هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أعلن عن خيبة أمله في خسارة الماكينات أمام اليابان، وأكد في تصريحاته بعد المباراة وقال: نشعر بالإنزعاج بسبب الخسارة، وكان عندنا فرص كتير وسهلة، لكن لازم نبص قدام ولسه في فرصة للحصول على 6 نقط. اتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا بدون أهداف، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 على استاد البيت. بالنتيجة دي خرج كل منتخب بنقطة في بداية مشواره في المجموعة. حصل لوكا مودريتش نجم خط النص في منتخب كرواتيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده اللي واجهت فيها المغرب، وقدم لوكا أداء متميز جدا وعلى الجانب الهجومي والدفاعي طول أحداث المباراة. منتخب بلجيكا حقق الفوز على كندا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم. وسجل هدف منتخب بلجيكا ميتشي بيتشاو في الدقيقة 44 من المباراة. تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل كمان أكد أن منتخب بلاده بيتذوق كرة القدم، وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة صربيا: يجب أن أكون قادر على تعزيز المزايا الفنية للعيبة، البرازيل لديها تقليد قوي وعندها شغف كبير بكرة القدم. سونغ مدرب منتخب الكاميرون أكد كمان أنه بيمتلك الخبرة اللازمة اللي هينقلها للعيبة قبل مواجهة سويسرا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم. وقال سونغ خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سويسرا: لعبت 4 نسخ لكأس العالم وأقدر أقدم المزيد مع اللعيبة، نحن نعلم إلى أين نتجه لكن لا أحد هنا يعلم أين سنتوقف. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لمنى وشازلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.